الأصحاح الثالث. وبعد أيها الإخوة، صلوا لأجلنا حتى ينتشر كلام الرب بسرعة ويتمجد مثل ما يتمجد عندكم. وصلوا أيضا حتى ينجينا الله من الضالين الأشرار، فما جميع الناس من المؤمنين، لكن الرب أمين، وهو سيقويكم ويحفظكم من الشرير. ولنا كل الثقة في الرب أنكم تعملون ما أوصيناكم به وتتابعون عمله. هدى الرب قلوبكم إلى ما في الله من محبة وما في المسيح من ثبات. ونوصيكم أيها الإخوة باسم الرب يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ بطال يخالف التعاليم التي أخذتموها عنا، فأنتم تعرفون كيف يجب أن تقتدوا بنا، فما كنا بطالين حين أقمنا بينكم ولا أكلنا الخبز من أحد مجانا، بل عملنا ليلا ونهارا بتعب وكد حتى لا نثقل على أحد منكم، لا لأنه لا حق لنا في ذلك، بل لنكون لكم قدوة تقتدون بها. ولما كنا عندكم أعطيناكم هذه الوصية: من لا يريد أن يعمل لا يحق له أن يأكل. نقول هذا لأننا سمعنا أن بينكم بطالين ولا شغل لهم سوى التشاغل بما لا نفع فيه. فهؤلاء نوصيهم ونناشدهم في الرب يسوع أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا من خبزهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تملوا من عمل الخير، وإذا كان بينكم من لا يطيع كلامنا في هذه الرسالة فلاحظوه وتجنبوه ليخجل، ولا تعاملوه كعدو بل انصحوه كأخ. ورب السلام نفسه يمنحكم السلام في كل وقت وفي كل حال، ليكن الرب معكم جميعا. هذا السلام بخط يدي أنا بولس، هذه هي علامتي في جميع رسائلي، وهذه هي كتابتي، لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين.